يعتبر حلمي طولان واحدا من نجوم الجيل الذهبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال فترة السبعينات. ولد طولان في مثل هذا اليوم 30 من نوفمبر من عام 1949، وحصل على بكالوريوس تربية رياضية وبدنية من جامعة حلوان في عام 1974. كذلك حصل على عدة دورات وشهادات تدريبية من داخل وخارج مصر عقب تعليق الحذاء. سنوات عديدة من العطاء لحلمي طولان بقميص نادي الزمالك استمرت لأكثر من 7 أعوام، وبالتحديد ما بين عامي 1972 و1979، حيث كان مساهما في تتويج الفارس الأبيض بلقبي الدوري والكأس رفقة نجوم جيله. حلمي طولان كان اللاعب الجوكر الذي يتمناه كل مدير فني، حيث شغل عدة مراكز داخل المستطيل الأخضر أبرزها الجناح، كذلك لاعب الوسط الارتكاز، مقدما جميع الأدوار بنفس الكفاءة. طولان المدير الفني المخضرم والقدير كتب اسمه بحروف من ذهب في عالم التدريب من خلال عدة محطات كروية كبرى، ليكون واحدا من أبرز مدربي الكرة المصرية خلال آخر عقدين. وتولى حلمي طولان تدريب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ملبيا نداء بيته عند الحاجة إلى خدماته، كما قاد فنيا عدد ضخم من الأندية منها سموحة وطلاع الجيش وإنبي والاتحاد السكندري وحرس الحدود والمصر البورسعيدي، كذلك منتخبي مصر الشباب والأولمبي. واعتاد طولان تحقيق نتائج مبهرة في مواجهات القطبين الزمالك والأهلي خلال توليه تدريب بعض أندية الدوري الممتاز، ليكون بمثابة بعبع الكبار بوعيه التكتيكي وفكره المميز. الخلوق حلمي طولان ينال احتراما وتقديرا من قبل أنصار نادي الزمالك كواحد من أبناء النادي الأوفياء وجماهير الكرة المصرية بشكل عام، لما يتميز به من خبرات كبيرة وباع طويل في عالم التدريب وأخلاق رفيعة وضعته في مكانة مرموقة من بين مدربي المستديرة في مصر. عيد ميلاد سعيد.